بسم الله، ربنا اجعلنا دعاة سلام ومحبة ووئام يرحم. فاثبتوا واذكروا وأسر ذكر الله ما شاء الله. أنا ماش كيف الذاكرين، فماش ناس مؤمنين بناء صلب ومتناغم الأجداد كيما الذاكرين الله. وليذكر ربي وليذكر لا يلتقيان، لا نسوي بينهما. الذاكر هو حي الحياة الحقيقية لا وهمية، واللي ينافق ولا هيك مرخي في الذكر أو شنو يذكر ذكرت معهم كيف الأعياد ولا التكبير. هذا مسألة كبر وبركة في بالك، هذاك ذكر الله فقط لا سمح. ذكر الله يأخذ عدة أشكال، وشكون يتمتع بهذه الأشكال في مجموعة عموما هم الذين أخلصوا دينهم لله، والذين عرفوا ما معنى أن يكون رسول الإسلام خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واذكر الله، والذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كان ذكرت الله وأنت ثابت في ملاقاة العدو فاعلم أنك مطمئن تماما. و إشارة إلى هذا الذكر عن عدة آيات في القرآن، كيفاش ربي ينزل السكينة، كيفاش ربي ينزل المال يطهرهم، كما سبوا لكم تطهير معنوي المسلم اللي لقى العدو. يولي كما تقول أنت مطهر من الشك في الله، ومن الشك في مدد الله، وشك في نصر الله وفي رمية الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم.